مشاهدينا الكرام، سعدتم صباحا، اهلا بكم الى تفاصيل نشرة السابعة. بداية وقبيل عرض مخطط الحكومة للمناقشة ممنوع بالبرلمان مطلع الأسبوع المقبل، يسعى مخطط عمل الحكومة إلى تحقيق تنمية اقتصادية قوية تعتمد على أسس متينة في دعم الاستثمار ومرافقته، إلى جانب وضع حد للسوق الموازية مقابل تطوير المؤسسات المالية والمصرفية. مخطط الحكومة في شقه الاقتصادي في تقرير للزميل وليد قدرية. من منطلق الإدراك العميق للعقبات التي تكبح عجلة الاقتصاد في البلاد، جاءت أبرز نقاط تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي في مخطط عمل الحكومة، بداية من عصرنة النظام المصرفي والمالي، وهذا من خلال تكثيف شبكة المصرفية داخل البلاد وخارجها، بما يحسن صورة الجزائر في مجال الاستثمار ويسهل التعاملات المالية، وإلى جانب هذا مكافحة السوق الموازية للعملة. المخطط يأخذ كذلك بالحسبان القطاع التجاري العمومي بإصلاح وإعادة بعث المؤسسات الاقتصادية العمومية المتوقفة والتشجيع على المبادرة في تسييرها. أما في مجال الاستثمار فتقرر خلق آليات جديدة لإزالة الصعوبات الإدارية والبيروقراطية أمام المستثمرين ووضع سياسة صرف تستجيب لاحتياجات المصدرين، إلى جانب تحسين استغلال العقار الصناعي. من بين أيضا النقاط المهمة في مخطط عمل الحكومة على أن تكون هذه المنظومة المصرفية ترافق توجهات الدولة عموما. توجهات الدولة هي صادرات خارج قطاع المحروقات، فلا بد لهذه المنظومة المصرفية بمختلف مصارفها سواء كانت خاصة أو عمومية أن ترافق مختلف المصدرين في إنشاء حساباتهم البنكية أو في تحويل أرباحهم، وهذا ما يجعل من أن مرافقتهم قد تكون زمكانية، يعني حتى في الزمان وفي المكان، فقد تكون هناك فروع بنكية في الدول الإفريقية التي نصدر إليها. إذن المنظومة المصرفية لديها عمل كبير، مختلف المصارف لابد لهم تشجيع الاستثمار، مرافقة الاستثمار وفق الصيغ الإسلامية أو الصيغ التقليدية. في السوق الموازية كتلة نقدية ضخمة تتداول دون أن تخدم الاقتصاد الوطني، والرؤية هذه المرة هي استقطاب هذه السوق. وفي هذا الإطار تصب أيضا الإجراءات الرامية لاستعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات المالية، ما يسمح بتكريس نظام الدفع الإلكتروني الذي أصبح ضرورة شأنه شأن رقمنة القطاع الاقتصادي. والملاحظ أن الحكومة في هذه المرة ركزت على الرقمنة وعصرنة الإدارة، مما تسمح بتحسين فعالية تلك التدابير التي ذكرتها سابقا. ملاحظ كذلك أن هذه الإجراءات الرقمنة وكذا ستساهم في القضاء على بعض الظواهر التي دخيلة على المجتمع الجزائري المتعلقة بالرشوة والبيروقراطية والفساد وإلى غيرها، وبالتالي واستغلال القدرات الوطنية في هذا المجال، خاصة أننا نعلم أن لدينا من الشباب الذي له قابلية في تعلم والتحكم في هذه التقنيات الجديدة. مخطط عمل الحكومة في شقه الاقتصادي يحمل في جوهره كذلك التدابير اللازمة لاقتصاد مبني على الشباب والمؤسسات الناشئة وصولا إلى اقتصاد المعرفة، النموذج الاقتصادي المستقبلي الذي يمكن من النأي عن الريع النفطي. في مجال التعاون يشارك اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة في أشغال الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري. هذا ولدى وصوله أمس إلى القاهرة، استهل العمامرة نشاطاته بلقاء ثنائي مع نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح الذي يتولى رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة، حيث تناول الوزيران خلال هذا اللقاء العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين إلى جانب قضايا إقليمية ودولية، فضلا عن البنود المطروحة على جدول أعمال الدورة الذي يتضمن عددا من القضايا السياسية الراهنة وعلى رأسها مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في عدد من الدول العربية على غرار سوريا وليبيا واليمن ومكافحة الإرهاب وإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. في هذا
الإطار تهدف مشاركة الجزائر للتأكيد على مواقفها الثابتة إزاء القضايا العربية، لا سيما دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، وكذا إعادة طرح مقاربتها السلمية التي تعتمد الحوار والحلول السياسية لتسوية الأزمات التي تمر بها بعض الدول الشقيقة مع رفض التدخلات الأجنبية. كما ستغتنم الجزائر هذه الفرصة للدعوة إلى اعتماد منهجية عمل عربي مشترك تعتمد على أسس مستحدثة تحمل أبعادا تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة. ومن المنتظر أن يجري العمامرة على هامش أشغال هذه الدورة سلسلة من المحادثات الثنائية مع بعض نظرائه العرب حول التعزيز المستمر لعلاقة التعاون الثنائي والعديد من القضايا العربية والإقليمية والدولية. تحسباً لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية، شرعت الأحزاب والقوائم الحرة في سحب استمارات الترشح والتوقيعات على مستوى المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات. العينة من البويرة مع حنان حدادة. قبل انتهاء أولى خطوات دخول المعترك السياسي المسطر بالسابع والعشرين نوفمبر، تبدأ بسحب استمارة الترشح من المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات. قدموا لنا أحزاب، جبنا توفيض من الحزب التاعهم من الوطنية، يقدموا لنا نعطوا له العدد الكافي اللي هو يستحق. أما بالنسبة للقوائم الحرة عندهم تفويض، والتفويض مصادق عليهم البلدية، وثانيا أي بلدية نعطلها حسب عدد المقاعد الخاصة بالبلدية هذه. أكثر من 47 ألف استمارة خاصة بالمجالس البلدية، وأزيد من 4500 استمارة متعلقة بالمجالس الولائية تم سحبها من قبل أربع قوائم حزبية وقائمة مستقلة هنا بولاية البويرة منذ انطلاق عملية سحب استمارات الترشح. بدأنا منذ يومين، وزعنا على ثلاثة أو أربعة أحزاب سياسية وقائمة حرة التوقيعات واستمارات الترشح. تم سحب 4515 استمارة المجالس الشعبية الولائية و 47565 استمارة المجالس المحلية. نتلقى يوميا حضور ممثلين الأحزاب والقوائم الحرة سواء لتلقي معلومات أو لقرار سحب الاستمارات. انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية هي اللبنة الأخيرة في مسار بناء جزائر ديمقراطية أقرب من المواطنين مما مضى، ليمارس فيها المواطن سلطته عبر صناديق الاقتراع. كما تتواصل عبر الوطن عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية استعدادا لهذا الاستحقاق الانتخابي الهام. من تلمسان محمد سلمية. عندما يتعلق الأمر بالوطن تجد الجزائر خيرة شبابها في كل المحطات المهمة. هكذا هو لسان حال بومدين وصباح من بلدية صبرا الريفية بتلمسان، اللذين تقدما هذا اليوم إلى مقر البلدية للتسجيل ضمن القوائم الانتخابية. جيت اليوم نسجل روحي في القائمة الانتخابية باش نفوطي، ونتمنى الفوط هذا اللي جاي يكون خير من اللي فات، ونتمنى يكون في المستوى نتاع في مستوى تطلعاتنا. بصفتي كتقني سامي إعلام آلي منذ عندي 12 عام وانا في عقود ما قبل التشغيل، حتى لهذا العام ان شاء الله باش ربي يفتح علينا ودينا المناصب تاعنا، وهذا حفزنا باش نزيدوا نديروا هذا الانتخاب، زادنا الكونفيونس. تم توفير جميع الوسائل الماديه والبشريه على مستوى البلديه. تمت خلال هذه العمليه لحد الساعه تسجيل 175 ناخب، وتم شطب كذلك في هذه العمليه 205 ناخب. لا يمكننا الحديث عن هذه العملية دون استطلاع أمال ساكنة المنطقة من الموعد الانتخابي المقبل. رانا نتمني وهذا الراجل يجي صالح للبلاد والعباد، اللي يكون في المستوى المطلوب. احنا كمواطنين رانا نقبلوا واحد اللي يعاوننا، احنا منطقة فلاحية ومنطقة ريفية. نتمنى من المسؤول المحلي الذي سينتخب أن يبذل المجهود وأن يستمع لانشغالات المواطنين
وان تتم يعني الاستثمار في العنصر البشري. نتمنى من المنتخب القادم الجديد ان شاء الله نتمنى منه يكون في المستوى ويكون على حسن النية دانيك ويخدم البلاد. تجدر الإشارة أن عملية التسجيل ستستمر إلى غاية 15 من الشهر الجاري، وتطلعات المواطن هو تحقيق تنمية شاملة. وبالطرف شهدت مكاتب مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إقبالا معتبرا للمواطنين إيمانا منهم بالموعد الانتخابي المقبل لاختيار الأنسب والأكفأ. يقول رضا تبرمسينة: أسبوع قبيل انتهاء عملية تطهير القوائم الانتخابية، عملية عرفت في الطرف إقبالا محسوسا لا سيما عند عنصر الشباب. إقبال كبير جدا خاصة من طرف الشباب، ولدينا لحد هذه الساعة تقريبا 300 و400 مسجل جديد. عملية يراها المواطن في الطرف أنها تكريس لمفهوم المواطنة الإيجابية. جيت البلدية راح نسجل بنتي وانت انتخب انتخابات محلية، نطلب الشباب يسجل انتخابات ورب يجيب الخير في هذه البلاد. الشباب نقول لهم انخرطوا في العمل السياسي وحاولوا ما تخليوش الفرصة تروح من يديكم، ما تروحوش الانتخابات وتندموا من بعد، لابد تروحوا تسجلوا نفوسكم باش غدوا وقت الانتخابات تلقاو على من تصوتوا. يتفق شباب الطارف على أن الأمر أصبح ملحا في اختيار الأنسب والأكفأ. ماذا بيا بهم كامل يروح يديروا بطاقة انتخاب، بس كامل عندهم الحق به يخيروا يعني الإنسان اللي يستاهل صح المنصب هذا. أول مرة بخير واحد يمثلنا وإن شاء الله يكون في المستوى وتطلعات ولاية طارف. لما لا ما يكونوش مش غير مسجلين على مستوى القوائم الانتخابية، راهو خفض في سن الترشح، لما لا يكون ضمن 23 سنة رئيس بلدية أو رئيس مجلس شعبي ولائي. بغض النظر عن الواجب الانتخابي كحق دستوري، هناك من فئة الشباب بالطرف من يرونها فرصة سانحة وسلسة تمهيدا للممارسة السياسية. أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة أوامر تقضي بإيداع 22 متهما رهن الحبس المؤقت وإخضاع 8 آخرين للرقابة القضائية، وذلك على إثر التحقيقات المتعلقة بالوقائع التي عاشتها مدينة خراطة مؤخرا، حسب ما أفاد به بيان لوكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة. في جديد الوضعية الوبائية ببلادنا، تم تسجيل 317 إصابة جديدة بفيروس كورونا و27 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما تمثل 258 مريضا للشفاء حسب بيان لوزارة الصحة. دولياً وفي جديد الوضع بالصحراء الغربية، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس التزامه بتعيين مبعوث شخصي جديد في الصحراء الغربية، داعياً إلى تشجيع المغرب وجبهة البوليزاريو على الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في العملية السياسية بما يضمن للشعب الصحراوي تقرير مصيره. جاء ذلك في تقرير نشرته الأمم المتحدة قبل أن تعرضه على جمعيتها العامة القادمة في دورتها 76 حول الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير. على صعيد آخر، تصدر محكمة العدل للاتحاد الأوروبي يوم 29 من الشهر الجاري قراراتها بشأن شرعية الاتفاقيات الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموسعة لإقليم الصحراء الغربية المحتل فيما يخص شرعية الاتفاق الزراعي واتفاق الصيد البحري من عدمها. في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أصيب 8 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي وأصيب العشرات اختناقا بالغاز المسيل للدموع في مواجهات مع قوات الاحتلال خلال مسيرات حاشدة عمت المحافظة الفلسطينية بما فيها باب العمود بالقدس المحتلة، نصرة للأسرى المعتقلين وما يتعرضون له من قمع واعتداءات من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي. هذا وطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين المجتمع الدولي وفي مقدمته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك الفوري على إثر الهجمات البشعة التي يتعرض لها الأسرى بسجن النقب الصحراوي.
في اليمن لقي العشرات مصرعهم وأصيب آخرون في معارك ضارية بين القوات الحكومية والحوثيين على الأطراف الغربية لمحافظة مأرب. وقالت مصادر عسكرية أن ما لا يقل عن 60 مسلحا من الحوثيين و20 عنصرا من القوات الحكومية قضوا في المواجهات على جبهة صرواح والكسارة غربي مأرب. على صعيد آخر اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجانبين بمحافظة الحديدة المشمولة باتفاقية ستوكهولم لوقف إطلاق النار، حيث تضاربت الأنباء عن أسباب اندلاع المواجهات وتبادل الطرفان تهم خرق الهدنة المبرمة بينهما. في إثيوبيا قالت طواقم طبية عاملة شمالي البلاد أن ما لا يقل عن 125 مدنيا قتلوا خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر بأمهرة التي طالتها الحرب المستعرة بإقليم تيغراي المجاور. هذا ونفت أمس قوات المعارضة المسلحة في تيغراي أي مسؤولية لها عما حدث في أمهرة بعد أن وجهت لها اتهامات باستهداف المدنيين. في جديد كورونا عبر العالم وفي حصيلة مرشحة للارتفاع لحادث اندلاع حريق بمستشفى بني خصيصا لعلاج مرضى كوفيد-19 في مقدونيا الشمالية، حيث لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم حسب ما أعلنت عنه السلطة الصحية بالبلاد والتي أمرت بفتح تحقيق حول الحادث الذي تبقى أسبابه مجهولة لحد الآن. إلى ذلك أكدت أحدث إحصائية صادرة عن المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تخطي حالة وفيات فيروس كورونا المستجد حاجز 200,000 شخص مع استمرار تباطؤ تسلمي اللقاحات وإجراءات التحصين ضد الجائحة التي أضرت بالاقتصادات وعطلت برامج التنمية. رياضة الآن، فبعد مشاركة مشرفة رفع خلالها أبطال الجزائر الراية الوطنية وصدحوا بالنشيد الوطني في سماء العاصمة طوكيو، حل أمس وفد رياضيين الجزائريين المشاركين في الألعاب شبه الأولمبية بالجزائر قادمين من اليابان بحصيلة إيجابية بلغت 12 ميدالية موزعة بالتساوي بين الذهب الفضة والبرونز. توفيق دربالة. استقبال الأبطال من ذوي الهمم العالية كان بحفاوة كبيرة بعد التألق الكبير بطوكيو في الألعاب البارالمبية، حيث شرفوا الرياضة الجزائرية ورفعوا الراية الوطنية عاليا. بالتشجيعات رئيس الجمهورية يعني كان تحفيز جد 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 كبير لنا، لأنه تحس أنه عندك قيمة في المجتمع وأنك قدمت صح للجزائر، والتعب اللي تعبناه يعني ما راحش في باطل، لقينا يعني دعم كبير، يعني شكرا جزيلا لهذه الوقفه، يعني شكرا. قبل جد جيد، يعني كانت عندنا توحشنا باش نجيو للبلاد، طلعنا عليها لو كان ماشي الشعب وماشي دوله احنا ما نلحقوش من رانا، والحمد لله يا ربي. بكم كامل انكم خطره هذه ما تخليتوش حتى على الرياضيين اللي ما قدروش يطلعوا فوق منصه التتويج. بقات الجزائر دائما في مع الدول المتحصله على الميداليات، وتحصلت على نتائج مشرفه، هي مرتبه اولى عربيا وافريقيا. وصول الابطال وقبلهم رنين الميداليات التي مجدت انجازهم وصفوه كواجب وطني. حصل على رقم قياسي عالمي اولمبي ماشي حاجه سهله، وانا ثاني تعبت بزاف مده هذه 4 سنين، سفرت بزاف وحضرت نفسي، يعني مدة هذه العامين حضرت نفسي في نادي أوراس تحدي باتنا. نشكر الشعب الجزائري كان مساندنا واقف معنا يعني بكل قوة، قدموا له جزيل الشكر اللي هو اللي حفزنا باش نقدروا نحققوا النتائج هذو اللي حققناهم. الحمد لله يا ربي كانت نتائج جيدة. أنا سعيدة جدا بهذا الاستقبال، يعني رائعة. أنا تحصلت على الميدالية الذهبية في طوكيو،
انا حافظت على اللقب تاعي اللي ديلتو في لي وديلتي نيلو الحمد لله. بالهمة العالية لذوي الهمم حصدت الجزائر في هذه المنافسة 12 ميدالية، 4 منها ذهبيات. هنيئا للأبطال وهنيئا للجزائر، وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام. شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة، أسعد بخدمتكم في نشرات لاحقة. إلى اللقاء.